نعم مدام تكرم، عيني يلا 5 دقائق بكون عندك. اوكي اوكي اهلا اهلا مدام تكرم. اهلا استاذ تفضل. يعطيك العافيه. الله يعافيك اهلين. اذا بتريد بقدر لاقي عندك غرفه لليله، بعرف انه انا عجقه صيف وكذا وقصص. لا ما بأثر استاذ، الغرفه موجوده اهلا وسهلا فيك، كيف بتحبها؟ شو الاسعار، كيف اسعار الغرف عندكم؟ استاذ نحن اسعارنا ببلشوا من 50 دولار وصولا لل 500 دولار حسب الطلب وحسب الغرفه اللي عم تاخذها اكيد. في اشياء بتطلوا على البحر، اشياء ما بتطلوا في. لا لا ما في ارخص من تحت ال 50، ما في ليلي بقى 50 استاذ. هلا في تحت ال 50 انا انه بس انه بدك تعتبر يعني ما عندك هالمواصفات يعني. معلش بلا مواصفات ما. يعني عندي وحده 40 دولار بس ما بتطل على البحر. يا اخي ما بدي بحر هلا، شو انا بدي اسبح من الاوضه لتحت؟ ما بدي منيحه يا تبعيت 40 دولار. في ارخص؟ اذا في ارخص بكون ممنونك، يعني هي ليلي بدي احط راسي ونام. في تبعيتي 30 دولار بس هي مشكلتها استاذ انه بتطل على الباركينج، يعني ما بدي اياك تكون مزعوج منها او شيء اذا بتفتح الشباك. ما عندي مشكله انا باركينج وغير باركينج، بس يعني في تحت ال 30 كمان تحت ال 30. ايه معلش يعني اذا يعني الله يخليك معلش. في عندي وحده تبعيت ال 20 دولار بتاخذها بس هيدي استاذ مشكلتها انه في مثل هيك مكب زباله شوي بعيد، يعني ما بأثر عليها بس كمنظر وهيك. لوك يا خيي هلا ما عندي مشكله انا لا بال ما بتفتح انت الشباك. انسى فتحه الشباك وانسى المناظر الخارجيه. قد ايه ارخص شيء عندك؟ ارخص خدمتني الله يخليك. بس في عندي وحده تبعيت ال 10 بس هيدي في حيط بوجهك دغري. معلش يا خيي حيط تبعيت ال 10 10 دولار هيك هيك فايتين بالحيط خلص. بس هيدي استاذ كمان فيها كمان كم شغله. شو؟ انه سيرفيس ابدا ولا اي نوع خدمه ولا تلفزيون ولا شيء، يعني ما بدي اياهم كلهم هول، ما مشكله يعني حتى انت بدك تعمل تختك. ما شو بدي اعمل؟ تعمل تختك انت. تختك ما في انه يعني فكرت ماشي انا بعمل تختي خلص ما مشكله خيي. مش الحال ماشي الحال. تبعت 10 دولار؟ لوك يا اخي تبعت 10 دولار بدي احط راسي ونام، انا بشتغل كل شيء. اهلا وسهلا فيك استاذ. بس لحظه ايه يلا تفضل استاذ. في هيدا وفي هول بقدو. شو ها؟ شاكوش ومسامير والخشبات فوق بالاوضه. خشبات شو؟ لشو هول؟ تعمل تختك. شو بدي اعمل تختي؟ صنع تختك، تعمل تختك على ذوقك، انت بتطرطق بتظبط تخت اللي بدك اياه وبتنام عليه، ما قلت لك بدك تعمل تختك على في هالاوضه. هلا بدي اطلع انا نام هاي الليله، بدي اقعد انا ركب تخوتي؟ شو قالوا لك عني نجار انا؟ ما عندك مسامير تبشيم؟ لا هيدا حتى بشمك انت وياه هون؟ لا على مول تختك. روح يا عمي روح. ما الله عليك، خلينا فايتين بالحياة أحلى. ما أنت بدك طبعا 10 دولار.